هتكلم ان شاء الله عن اخر حاجه في الزون الترونيك اللي هي السيمنج ثيري والتكمله بتاعتها اللي هي الماكسيمم باور ترانسفير. دي هنكملها السيشن دي ان شاء الله. طيب ايه نظريه السيمنج دي؟ السيمنج ده بيقول لك لو انت عندك اي داتا سيت، واحنا شرحنا الاسبوع اللي فات يعني لينير سيركت، تمام كده؟ لينير سيركت صور او مش هقعد اوضح يعني زي السيكشن اللي فات، بس لينير سيركت معناها ان الاليمنتس اللي فيها لينير. طيب يعني ايه بقى لينير اليمنت؟ لينير اليمنت يعني علاقه الفولت مع التيار بتوع الاليمنت دول لينير. يعني مثلا الدايره دي فيها ايه؟ فيها مقاومات متوصله مع الصرف. علاقه الفولت مع التيار بتاع الريزستنس لينير ولا لا؟ طالما علاقه الفي بالاي لينير يبقى الريزستنس دي لينير اليمنت. طالما الاليمنتس اللي في الدايره لينير يبقى السيركت بتاعت لينير. كده لو في كومبوننت الفولتج بتاع التيار بتاعها الريليشن ما بينهم مش لينير يبقى ده اسمه نون لينير. طب ايه هي بقى الحاجات اللينير اللي هنشتغل عليها؟ ار وال وسي. انت مش هتاخد حاجه السنه دي نون لينير، يعني السنه الجايه هتاخد بقى الدايتز والترانزستورز، هتاخد حاجات نون لينير عادي. طيب يبقى اي لينير سيركت عندي، لو انت عندك في اللينير سيركت دي طرفين، تمام كده؟ قال لك انت ممكن تيجي ما بين الطرفين دول تشيل السيركت اللي ما بينهم كلها وتستبدلها بسيركت ثانيه بسيطه ايكوفالنت ليها. السيركت الجديده دي عباره عن ايه؟ عباره عن فولتج سورس سيريس معاه ريزيستنس، تمام كده؟ يعني كاكزامبل مثلا انا عندي السيركت دي، عندي هنا طرفين اهو في ما بينهم سيركت كامل، السيركت دي ممكن استبدلها بفولتج سورس واحد وسيريس معاه ريزيستنس، ودي ايكوفالنت دي. يعني لو وصلت هنا اي حاجه هيمشي فيها تيار فولت معين، لو وصلت نفس الحاجه دي هنا هتاخد نفس الفولت ونفس التيار، لان السيركت دي ايكوفالنت دي. تمام كده؟ ده في مشكله؟ طيب ازاي بقى نحسب الفي 7 وازاي نحسب الار 7؟ قال لك الفي 7 ده هو الفي اوبن سيركت، هو الاوبن سيركت فولتج عند الطرفين دول. انت عايز تحسب 7 الكوفرنت هنا، تعال احسب الفولتج هنا بكام، الاوبن سيركت فولتج ده بكام، هو ده الفي 7. طيب ار 7 هي ايه؟ قال لك تعريف ار 7 هي الار كوفرنت بين الطرفين دول، بس بعد ما تعمل دي اكتيفيشن لاي اندبندنت سورس، لاي ايه؟ اندبندنت سورس، اندبندنت لاب، تمام كده؟ يعني بعد ما تعمل دي اكتيفيشن لاي اندبندنت سورس احسب بقى الار كوفرنت ما بين الطرفين دول هي دي ايه؟ الار 7، تمام كده؟ وبرده قلنا ازاي نعمل دي اكتيفيشن للسورسز السكشن اللي فات. طيب لو عايزين مثلا نحسب 7 الكوفرنت للدايره دي، قلنا هنحسب ايه؟ في 7 وار 7. البي 7 اللي هو تعريفه ايه؟ الاوبن سيركت فولت. حد يعرف يقول لي البي اوبن سيركت ده بيساوي كام؟ بيبقى 10 بالظبط كده، هو الفولتج اللي على ال 10 اهو. ليه؟ هو الفولت على 5 زائد الفولت على 10، الفولت على 5 بكام؟ زيرو، لان مفيش كارنت ماشي من 5 اهو، فالبي اوبن سيركت هيساوي الفولت اللي على 10 بس. طيب الفولت اللي على 10 ده احسبه ازاي؟ اه 18 بي هتقسم على الاثنين دول 9 و9. ليه؟ لانهم ان سيريس. ليه طيب ان سيريس دولت؟ لان 5 ما فيهاش كرنت، فالتيار اللي يمشي في ال 10 دي هو التيار اللي يمشي في ال 10 دي. فطالما ان سيريس يبقى بالفولتج ديفايدر اقدر اقسم ال 18 على الاثنين دول، فالبي اوف السيركت هيبقى 9 فولت. طيب احسب ار 7 ازاي؟ لو قلنا نعمل الاول دي اكتيفيشن لاي اندبندنت سورس، دوت نعمله دي اكتيفيشن ازاي؟ خليه شورت سيركت. بعد كده نحسب هنا الار كوفر. طيب اي كوفر بكام هنا؟ ال 10 وال 10 دول بارلل هيبقوا 5، 5 وال 5 دول يبقوا 10. الار سيفن انا سامع 24 وسامع ارقام كده صح؟ مقاومتين ال 10 دول بارلل هيدوني 5، هيبقوا سيريس مع 5 اوم يدوني 10. يبقى السيركت ديت السيركت بتاعتها ديت ايكوفالنت لايه؟ ايكوفالنت
الفولتج سورس قيمته في 7 اللي هو 9 فولت. والريزيستنس اسمها 7 اللي هي ب 10 اوم. الدايره دي الجوفرنت للدايره دي. يبقى تاني اي طرفين بينهم اي لينير سيركت بس شرط تكون ايه لينير. لو مش لينير نظريه 7 ما تنفعش. فاهم كده؟ لو عندي لينير سيركت ما بين طرفين انا ممكن اشيل السيركت دي كلها واحط مكانها فولتج سورس سيريس معاه ريزيستنس. قيمه الفولتج سورس ده احسبه منين او تعريفه ايه الفي 7 ده؟ تعريفه هو الاوبن سيركت فولتج. بلاش الرد المستفز بتاع الفي 7 هو الفي بي. الدايره ممكن ما يكونش فيها طرفين اسمهم في بي. ماشي؟ هو الطرفين اللي انت بتكسب عندهم 7 بتكسب عندهم الاوبن سيركت فولتج. فالفي 7 اللي هو ايه؟ هو الاوبن سيركت فولتج. طيب في ناس بقى بتردش حتى بي بي تروح قايله لي ايه؟ احنا هنروح نشيل بقى المقاومه اللي عايزين نحسب الفولت بتاعها ويقعد يحكي لي قصه حياته ونروح نحسب الفولت عند واللي هو الاوبن سيركت فولت. فالبي 7 هو ايه؟ الاوبن سيركت فولت. وار 7 ان هي ايه؟ برضه عش قصه حياتك هتحسبها ازاي؟ هي الايكوفالنت ريزيستنس بين الطرفين اللي بنحسب عندهم 7 الايكوفالنت بس بعد ما نعمل دي اكتيفيشن للسورس. طيب فالدايره دي ايكوفالنت لدي. طيب عايزين نتاكد ان هي ايكوفالنت فعلا نعمل ايه؟ قال لك وصل هنا مثلا ريزيستنس ووصل هنا ريزيستنس قيمتها 5 اوم وهنا نفس ريزيستنس 5 اوم. المفروض تيار ريزيستنس لو حسبته من هنا الاي بتاع 5 اوم لو حسبته من هنا يطلع هو هو نفس التيار ده صح ولا لا؟ عشان التو سيركتس دول يبقوا كوفرنت لبعض لازم يكون بيطلعوا نفس التيار ونفس البولت لاي حاجه احطها هنا على الطرفين دول. طيب الاي بتاع 5 اوم ده ممكن نحسبه ازاي؟ نجيب ار ايكوفالنت للدايره دي ونجيب التوتال كارنت وبعد كده نعمل كارنت دوايد. طيب الار ايكوفالنت بتاع الدايره دي 5 و5 10 بارلل مع ال 10 يبقى 5 زائد 10 يبقى 15 يبقى الار ايكوفالنت هنا ب 15 اوم. طيب الاي بتاع 5 اوم هيساوي ايه؟ لو قسمنا ال 18 اوم على ال 15 اوم ده التوتال كارنت. اعمل كارنت ديفايدر تضرب نص المقاومه دي اللي هي 10 على 10 زائد 10 او نص لان المقاومتين قد بعض. لو عملنا الكلام ده يبقى عندك 9 على 15 اللي هي 3 على 5 اللي هي 0.6. طيب لو جينا نحسب التيار بتاع 5 اوم من هنا هيساوي 9 فولت على ال 15 فولت برضه هتطلع 3 على 5 اللي هي 0.6 امبير. فالكرنت طلع من الدايره دي زي الدايره دي. فالدايره ديت ايكوفالنت كده للدايره الصغيره دي. ده في مشكله؟ ويعني ايه ايكوفالنت؟ مش هشرحها زي ما انا شرحتها قبل كده كلمه ايكوفالنت يعني ايه في سيكشن السورس ترانسفورميشن. فانا هسالكم حد عارف يعني ايه ايكوفالنت لو شاف السيكشن ده؟ حد عارف يعني دي ايكوفالنت دي؟ على نفس الطرفين اللي طالعه من بره نفس الفولتج ونفس الكارنت. ايوه ليهم الدايرتين دول طلعوا نفس الفولت ونفس الكارنت. دي اسمها ايه بقى؟ ليهم نفس الفي اي كاركترستكس. يعني لو حطيت اي حاجه هنا ماشي الفولت والتيار اللي هيطلع على الطرفين دول زي الطرفين دول. ورجعوا للحته دي يطلعوا عايزين ايه تفهموا بس يعني معنى دايرتين ايكوفالنت لبعض ليهم نفس الفي اي كاركترستكس يطلعوا نفس الفولت والتيار. يعني لو سبت الطرفين دول اوبن سيركت وسبت الطرفين دول اوبن سيركت هاجي احسب الفولت والتيار هنا الاقيهم زي حطيت شورت سيركت الاقي نفس التيار والفولت هنا ونفس التيار والفولت هنا. حطيت ريزيستنس باي فاليو مش لازم شورت سيركت مش لازم اوبن سيركت مش لازم زيرو ولا انفينيتي اي فاليو هتلاقي التيار من هنا والفولت زي التيار والفولت هنا. طب لو حطيت اي حاجه غير ريزيستنس حطيت مثلا فولتج سورس هنا وهنا هيسحب نفس التيار. حطيت كارنت سورس وكارنت سورس هنا هيبقى عليهم نفس الفولت. حطيت سيركت كامله هنا وسيركت كامله هنا سيركت ثانيه هتبقى الفولت والتيار اللي طالعين من الدايره دي للدايره الثانيه زي الفولت والتيار اللي طالعين من الدايره دي للدايره الثانيه. فالدايرتين دول ايكوفالنت لبعض اللي هم الازرق دول معنى كده ان هم ليهم نفس الفي اي كاركترستكس. تمام كده؟ لو حد عايز يعرف الحته دي يبقى يرجع للسيكشن بتاع ايه؟ السورس ترانسفورم. حد عنده سؤال لحد دلوقتي في 7؟ ناخد بقى مسألة.
جايب لك المساله ديت وبيقول لك هات عند الطرفين ايه وبي كذا حاجه. اول حاجه كان عايز الاوبن سيركت بورد. طيب الاوبن سيركت بورد ده ببساطه عايزين نحسب الفولت ده كده. نحسب الفولت ده ازاي؟ بالمناسبة مسائل السوبر بوزيشن ومسائل سيفنين والماكسيموم باور مش هيقول لك تحسب الحاجة اللي انت بتحسبها ازاي، انت اللي هتختار. طالما هتختار هتختار اي طريقة من اللي خدتها او كذا طريقة مع بعض، يعني مش لازم تكمل المسألة كلها نوبل او كلها مش او كلها كي بي ان وكي سين. لا، هنعمل ريدكشن شوية وسورس ترانسفورميشن شوية لكن نكمل كي بي ان وكي سين. يعني هتعمل اللي انت عايزه. 5 مع 20 سيريس مع 10 ورش مين خاني 25 5 اوم على 20 اوم سيريس دول سيريس على 20 الجزء بقى اللي بتوعي صح ماشي. بس يعني انت طب ممكن انت تعمل ايه؟ يعني انت استعجلت اول الموضوع ده. صح ماشي. يعني انا حتى انا نفسي تربيت شويه وانت طيب ماشي. الار ريم ده صح، ناخد المقاومتين دول مع بعض خمسه وبعد كده نقدر مع الكارنت سورس دول ايه تحولهم لفولت ريسورس سيريس معايا. الفولت ريسورس البولاريتي بتاعتها تبقى كده بلس ماينس، والريزيستنس دي تبقى قيمتها 5 اوم، والفولتج سورس ده هيبقى 3 في 5 في 15 فولت. طيب برضه احنا كنا عايزين نحسب ايه؟ ما ننساش البي اوبن سيركت. قبل ما نعمل اللي انت قلت عليه بقى اللي هو ناخد المقاومات سي اس ونعمل الكلام ده، البي اوبن سيركت ده لما تكون عايز تحسبه لازم تجيب له ايكويشن الاول. يعني البي اوبن سيركت ده بيساوي ايه؟ قلنا هنمشي في مسار من بوزيتيف للنيجاتيف صح كده؟ فاكرين ولا لا؟ طيب الدي اوبن سيركت هيساوي ايه؟ 5 في البارنت بتاعه كام؟ 0 مفيش تيار هنا، وده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف يبقى 15، والمقاومه ال 20 اوم ديت في الكارنت بتاعه صح كده؟ افرض الكارنت ده مثلا نسميه اي اكس بيبقى زائد 20 اي اكس. حد عنده مشكله في الكوشن دي؟ طيب سيب الكوشن ديت رقم واحد. انت دلوقتي النون بتاعك ما بقاش البي اوبن سيركت، النون بتاعك بقى ايه؟ لو عرفت اي اكس بكام تعوض هنا تجيب ايه؟ البي اوبن سيركت. طيب احسب بقى اي اكس ازاي؟ كي بي ان فين؟ اللوب العشوائي اللوب دي صح؟ طيب ماشي ادي كي بي ان اهو لازم نزود الكرنت ده صح كده؟ الكرنت ده بكام بقى؟ اي اكس لان البرانش ده مش هيمشي فيه حاجه. فالتيار ده هو هو التيار ده بيساوي اي اكس. لو طبقنا هنا تي بي ال ما عنديش غير مين؟ غير اي اكس. واقدر يبقى تي بي ال واللوب واحد هيبقى عندك ماينس 20 زائد 25 اي اكس يساوي 0. والاي اكس بتاعك هيطلع 20 على 25 اللي هي 0.8 امبير. لو عوضنا في الايكويشن رقم 1 هيبقى البي اوبن سيركت يساوي 8.31. تاني حاجة عايزك تحسبها عند الطرفين A و B كان عايزك تحسب الـ equivalent resistance بعد ما تعمل deactivation للـ sources دي. طيب لو عملنا deactivation للـ sources دي ده هيبقى ايه وده هيبقى ايه؟ ده short circuit وده هو open circuit.
نحسب على كوبرنت ازاي؟ عشرة. اول حاجه دي فعلا بنشيلها، دي هنشيلها الصندلي بتاعك طبعا لازم ترسم له الرسمه ايه عاديه، بعد كده تمسح اللي انت عايزه. بعد كده عشرة. اتنين دول بارلل والاتنين دول بارلل، اللي يطلع من هنا واللي يطلع من هنا سيريس مع بعض، يبقى الار الكوبرنت بتساوي 5 اوم بارلل مع ال 20، سيريس مع ال 10 بارلل مع ال 10، يبقى 4 زائد 5 بيطلع 9 اوم. طيب تالت حاجه كان طالبها بيقول لك هات 7 الكوبرنت سيركت. يعني 7 الكوبرنت سيركت عباره عن ايه؟ فولتج سورس وريزيستنس. هتقول له كده 7 الكوبرنت سيركت عبارة عن V7 وR7. V7 بكام؟ تري هو هو V open circuit، فيبقى ب 31. والR7 كده هي هي الR equivalent اللي هي 9. قال لك هات الكوفرنت ريزيستنس، قال هات الكوفرنت ريزيستنس. طب علشان ده كارنت سورس، لما بتعمل دي اكسجن كارنت سورس تخليه من سيركت. هو عايزك تحسب الكوفرنت ريزيستنس، هل هتعرف تحسب الكوفرنت ريزيستنس في سورسز؟ هو يقصد، هو ما قالش، بس هو يقصد واللي الصح المفروض يكتبه هات الايكوفالنت ريزيستنس بعد ما تعمل دي اكتيفيشن للسورس. تمام كده؟ ازاي بقى تعمل دي اكتيفيشن للسورسز؟ ده شورت سيركت ده اوبن سيركت، دي حاجه ثابته بقى. طيب جبنا 7 الايكوفالنت سيركت، كان طالب ايه تاني؟ جه قال لك عند الطرفين A و B لو حطيت ريزيستنس قيمتها 23 اوم هات التيار بتاعها. نعمل ايه؟ هل نحط الريزيستنس هنا؟ لا هنا اسهل، هنا اكيد طبعا صح؟ الكارنت بتاع 23 اوم سيبني مثلا اي نوت، اي نوت ده هيساوي 31 على 9 زائد 23 هيطلع 0.968. كده المسألة خلصت. لحد دلوقتي في حد عنده مشكلة في 7؟ ليه في الأول اشمعنى اتعمل سورس الكونسيومرز؟ نبصر الداتا. يعني أنا عايز أجيب بيه البيه ده. أجيبه إزاي؟ أمشي في مسار صح؟ أمشي في مسار. كده أسهل ولا كده؟ لا كده. كده أسهل، فبنبسط الدايرة بس. بس هي تنفع بأي طريقة صح؟ تنفع بأي طريقة. الموضوع ده بقى هو اللي بيزوجني. وأنا برضه بتزوج. ليه بقى بتزاول؟ عشان في اول السنه لو سمحت يا باشمهندس حل المساله دي ان في سيف. ينفع اعمل دي سورس ترانسفورميشن؟ لا انا عايز كبير بس. طب ينفع اشتغلها مش؟ لا انا عايز كبير بس. دلوقتي اعمل اللي انت عايزه، زيد زيد. ليه عملنا سورس ترانسفورميشن؟ ليه انتوا عايزين مننا ايه؟ انا عايز افهم انتوا عايزين مننا ايه. على فكره انا قلت الكلام ده بس اول السنه انه هيحصل صح؟ وبيحصل. الفولتج سورس ده قيمته اسمها V7، الريزيستنس دي قيمتها R7. ال V7 هو ايه؟ هو ال V open circuit، والاوبن سيركت فولتج عند الطرفين اللي بحسب عندهم 7
ار 7 هي ايه؟ الايكوفالنت ريزيستنس بين الطرفين اللي بحث عنهم سيفيرنت بعد ما اعمل دي اكتيفيشن لمين؟ للاندبندنت سورسز بس. الديبندنت لا، الديبندنت مش بتعمل له دي اكتيفيشن. طيب اه 23 هو قال لي احط المقاومه 23 اوم في الطرفين دول بحسب لي الكارنت بتاعها. فانا طبعا اسحب احسب اي مقاومه هتحسب عنها. لو كان قال لي لو حطيت فولتج سورس 50 فولت مثلا هنا هات التيار بتاعه، كان ينفع برضه اروح احطه هنا واحسب التيار بتاعه، اعمل كي في ال واشوف التيار بكام. يعني مش شرط تكون ريزيستنس، اي اليمنت ينفع احطه هنا. لو اي سيركت تانية هتاخد ضرب فولت كام ممكن احط السيركت التانية هنا، مش لازم تكون ريزيستنس يعني. طيب عايزين نرجع تاني للسيركت اللي بدانا بيها ايه؟ سيركت نادي. طيب دلوقتي بقى عايزين نتكلم كده عن حاجه، ان في اكتر من طريقه ممكن نحسب بيها مقاس سيفن، تمام كده؟ ايه هي الطرق دي بقى؟ اول حاجه سيفن الكوبلر بتاع الدايره دي كان عباره عن ايه؟ قلنا البي اوبن سيركت والبي سيفن هو البي اوبن سيركت، وقلنا ان هو طلع نص الفولت ده اللي هو 9 فولت، وقلنا ان ار سيفن هي الار كوبلر، صح كده؟ فاول طريقه ممكن نحسب بيها ار 7 هي الديفينيشن الاساسي بتاعها اللي هو نحسب الار كوفر، نعمل دي اكتيفيشن ده ونجيب الار كوفر فهتبقى كام؟ 10 اوف. ده كان فيه مشكله؟ جه قال لك بقى لا، في طريقتين تانيين ممكن نحسب بيهم الار 7 دي. طيب ايه هي الطريقه الثانيه؟ مش انت دلوقتي بتقول ان اي linear circuit equivalent to the voltage source series مع resistance صح كده؟ طيب لو سيادتك جيت هنا حطيت short circuit فهيمشي هنا تيار هنسميه هاي شورت سيركت. لو حطيت هنا شورت سيركت على الطرفين دول هيمشي نفس الاي شورت سيركت ولا لا؟ هيمشي لان هما ايكوفالنت لبعض. طيب الاي شورت سيركت ده بيساوي ايه؟ الدي سيفلنت على ار سيفلنت. يبقى الار سيفلنت بيساوي ايه؟ الدي سيفلنت على الاي شورت سيركت. والبي 7 ده هو مين؟ هو البي اوبن سيركت. يبقى الار 7 هي البي اوبن سيركت على الاي شورت سيركت. يعني لو سيادتك جيت عند طرفين الدايره دي ورحت حاسب الاوبن سيركت فولتج بكام؟ بعد كده رحت حاطط شورت سيركت وحسبت التيار اللي هيمشي فيها بكام؟ وقسمت البي اوبن سيركت على الاي شورت سيركت هيدي لك نفس الفاليو اللي هي بتاع الار. في حد مش فاهم البروف ده؟ طيب تعالوا نطبق كده بالطريقه ديت ونشوف هنطلع 10 فولت ولا لا. احنا البي اوبن سيركت حسبناه وطلع 9 فولت، عايزين نحسب ايه؟ الاي شورت سيركت بكام؟ أول حاجة نحسب الـ R equivalent 5 فرد مع 10
التحسين اسمها العشر. الكلام ده هيطلع 40 على 3. طيب دي كده الاري كود الاي شورت سيركت. الاي شورت سيركت لو قسمنا 18 على 40 على 3 كده جبنا انهي تيار؟ التيار التوتال. الاي شورت سيركت عشان نجيبه نضرب فيه 10 على 15. تمام كده؟ طيب الاي شورت سيركت دوت هيطلع 9 على 10. الار 7 بقى بتساوي تساوي في اوبن سيركت على الاي شورت سيركت في اوبن سيركت ده 9 والاي شورت سيركت ده 9 على 10 فبيطلع 10 اوس. يبقى اول طريقه نحسب بيها ار 7 ان احنا نجيب الايكوفالنت ريزيستنس ما بين التو تيرمينالز دول بس بعد ما نعمل دي اكتيفيشن. تاني حاجه لا انت ممكن تحسب الاوبن سيركت فولتج لكن في حاله شورت سيركت تحسب الشورت سيركت كام تقسم بيو من سيركت على شورت سيركت هتجيب ار 7. طيب ثالث طريقه هي لك ايه بقى؟ هي تعريف الار 7 ايه؟ اعمل دي اكتيفيشن بالاندبندنت سورسز والاندبندنت بس صح كده؟ وبعد كده دي من الار كوفرنت صح؟ ادي هعمل دي اكتيفيشن عايز احسب هنا ار كود. قال لك انت ممكن تجمعهم سيريس وبارلل بس في طريقه ثانيه. ايه هي الطريقه الثانيه؟ قال لك انت لو جيت هنا حطيت سبلاي في فولتج سورس وحسبت الكرنت بتاعه وقسمت البي على الاي ده مش هيديك الار كوبرا صح؟ فانت اول طريقه انك انت ايه تحط سبلاي تحسب الكرنت بتاعه ومش لازم يكون فولتج سورس ممكن يكون كرنت سورس. ونحسب ايه؟ الفولتج بتاعه. لو قسمنا البي على الاي هيديني برضه الاي كوفر صح كده؟ يبقى الطريقه الثالثه هي ايه؟ انك تحط سورس فولتج سورس تجيب التيار بتاعه تقسم البي على الاي او تحط كرنت سورس تجيب الفولت بتاعه تقسم البي على الاي. الفولتج سورس ده ممكن يكون باي فاليو صح كده؟ والكرنت سورس برضه ممكن يكون باي فاليو. بس للتسهيل او عشان نوحد حل الدفعه كلها الدكتور وليد قال لك انت الطريقه الثالثه دي مش هتحط فولتج سورس او كارنت سورس انت هتحط كارنت سورس ومش هتحطه باي فاليو انت هتحطه 1 امبير. يبقى الطريقه الثالثه انت عرفت هي ايه بس هي يعني بالنسبه لك انت في الامتحان هتبقى ايه؟ هتحط كارنت سورس قيمته 1 امبير وتحسب البي بتاعه وليكن مثلا في اكس تمام كده؟ لما نحسب الفولت ده نقسمه على 1 امبير نجيب الايكوفالنت ريزيستنس. طيب نحسب الفولت ده ازاي؟ 10 ل 10 دول او ماشي خلينا مثلا نقسم التيار ده بكام؟ نص امبير ونص امبير صح كده؟ البي اكس هيساوي ايه؟ خلينا نقسمه ايه؟ كده هيساوي 5 اوم دي في 1 زائد ال 10 اوم دي في ايه؟ في نص. طيب الكلام ده هيطلع 10 فولت. يبقى ار 7 بقى تساوي ايه؟ البي اكس على ال 1 امبير فهتطلع 10 اوم زي الطريقتين اللي فاتوا. هل في حد عنده مشكله في الطريقتين الثلاثه؟ طيب الثلاث طرق دول لحساب مين؟ ار 7 في 7 على طول بكام؟ هو الفي اوبن سيركت. الثلاثه كيسز دول لمين؟ لار 7. يبقى اول طريقه انك تحسب ار ايكوفالنت عادي. ثاني طريقه اللي هي تجيب الفي اوبن سيركت على شورت سيركت. ثالث طريقه تحط كارنت سورس 1 امبير تحسب الفولت بتاعه وتقسم الفي على ال 1 امبير. تمام كده؟ ده 7 ان جنرال. في الامتحان بقى
في الامتحان احنا بنقسم المسائل لثلاثة فيه. عشان نحسب R revenue. الـ V7 على طول هو الـ V open 7. طيب R7 دي بنحسبها بثلاثة كيس. احنا عندنا الدوائر هنقسمها لثلاثة كيس او ثلاثة كاتيجوريز يعني. اول كيس الدايرة بتاعتك تكون كلها independent sources بس. كيس 2 ان يكون عندك في الدايرة independent sources و dependent sources. ثالث كيس ان السورسز اللي عندك في الدايره كلها تكون ديبندنت بس. احنا دلوقتي قسمنا الدوائر لكام كيس؟ لثلاثه. ان السورسز اللي عندك تكون كلها ديبندنت، كيس 2 اللي هي ديبندنت بلس ديبندنت، كيس 3 ديبندنت بس. طيب لو انا عندي دايره كيس 1 زي دي ديبندنت، ايه الطرق اللي تعرف تحسب بيها السيلين؟ تيجي الثلاثه صح كده؟ احنا حسبنا هنا بالثلاثه. طيب يبقى اللي ينفع عندك ميثود 1 وميثود 2 وميثود 3، الثلاثة ينفع. انت شايف لو الدايرة كلها اندبندنت لما تيجي تعمل دي اكتيفيشن لده ايه اللي هيتبقى لك؟ مقاومات. هتجمعهم سيريس وبارلل. تجمعهم سيريس وبارلل اسهل ولا تقعد تقسم في اوبن سيركت على شورت سيركت او تحط سورس وتحل الدايرة؟ اسهل حاجة ايه؟ 1. فانت هتثبت في الامتحان مش هتختار. تختار ايه؟ ميثود 1. حل بميثود 1. يبقى لو عندك كيس 1 حل بميثود 1. ده اللوجيك وده اللي انا سبت لك الاختيار اللي المفروض تختاره، بس احنا مش هنسيب لك الاختيار ده يعني. تمام كده؟ مش عشان حاجه هو الدكتور شرح كده يعني، هو الدكتور اكيد ما سردهاش كده اصلا. هو الدكتور قال لك كيس 1 بميثود 1، كيس 2 بميثود، صح؟ انا سردت لك ان الحلول تنفع امتى؟ شرحت لك 7 ان جنرال ايه اللي ينفع في كل حاجه، بس في الاخر هقول لك ايه اللي مطلوب منك، ايه اللي الدكتور عايزك توحد بيه الحل يعني. وده اللوجيك اكتر بالمناسبه. طيب لو انا بقى عندي ديبندنت سورسز بس معايا كمان ديبندنت سورسز، يعني مثلا عندي هنا ايه ديبندنت سورس كده بس، هتعمل دي اكتيفيشن للاندبندنت صح؟ هل تعرف تجمع المقاومات سيريس وبارلل؟ لا. ليه؟ لا السبب ده صح. فكيس ميثود 1 دي ما تنفعش. طيب مش هعمل دي اكتيفيشن لحاجه، انا احسب الفي اوبن سيركت عادي واحط شورت سيركت واحسب الاي شورت سيركت عادي واقسم الفي اوبن سيركت على الاي شورت سيركت. ده تعرف تعمله؟ اه. يبقى ميثود 2 هنا تنفع، ميثود 2 هنا تنفع 1 بس. طيب ميثود 3 هعمل دي اكتيفيشن لده صح كده؟ واروح حاطط كارنت سورس واحسب الفولت بتاعه واقسم الفي على اي، هيجيب لي الايكوفالنت ريزيستنس ولا لا؟ يبقى رقم 3 برضه تنفع. يبقى ميثود 2 والسي ينفعوا في الكيس الثاني، بس احنا هنستخدم مين؟ ميثود 2. لو الدايره كلها ديبندنت بس، يعني ده كلها ديبندنت بس؟ يعني ده كمان مش موجود. وعندك هنا سورس مثلا اسمه 5 اي نوت، وده مثلا الاي نوت، ودول الطرفين اللي انت هتحسب عندهم 6. اول حاجه البي 7 هو مين؟ هو البي اوبن سيركت. البي اوبن سيركت هنا بكام؟ ليه بزيرو؟ عشان مفيش ايه؟ عشان مفيش اندبندنت سورس. طب ما ده موجود اهو، قلت لي ده مش هيشتغل. ليه مش هيشتغل؟ قلت لي ده بيطلع فولت اسمه 5 اي نوت، وهو مستني يمشي هنا اي نوت علشان هو يشتغل صح كده؟ هل هنا في حاجه تمشي اي نوت؟ لا. طالما مفيش اندبندنت سورس، مفيش حاجه تعمل اكتيفيشن للسورس ده، ده عمره ما هيشتغل. ده اصلا مستني حاجه ثانيه تشغله، ده اسمه ديبندنت سورس. ما بيشتغلش غير لو في حاجه ثانيه بتشغل الداتا. طيب فدوت مش اكتيفيت، ده مش هيشتغل. طب كيس 3 هو البي 7 هيفضل طول
سيركت هنا كام؟ بزيرو. طيب تعالى شوف الار 7، هل تعرف نعمل دي اكتيفيشن للاندبندنت سورس؟ هل تعرف تحسب ار كوفلنت هنا بالسيريس والبارل؟ لا، يبقى ميثود 1 ما تنفعش. طيب ميثود 2 هي ايه؟ قلت لي هو الفيو بال سيركت على شورت سيركت. فيو بال سيركت هنا كام؟ اي شورت سيركت هنا كام؟ لو حطيت سيركت هيمشي فيها تايب كام؟ زيرو برضه، مفيش سورس لسه صح؟ طيب الار 7 اللي هي فيو بال سيركت على شورت سيركت معناها زيرو على زيرو، فمش هتعرف تحسبها بميثود 2. طيب ميثود 3 انا هحط هنا بقى سبلاي واحسب الفولت بتاعه واقسم فيه على اي، ينفع؟ هنا الطريقه الوحيده اللي تنفع الطريقه الثالثه، هختار مين؟ ميثود. طيب انا طولت عليكم شويه في الشرح، بس انا كان يهمني انك تفهم 7 كويس. طيب انا دلوقتي عندي السيركتس ال في 7 هو ال في اوبن سيركت ايا كانت الداله دي شكلها ايه، بس كل الحكايه لو هي ديبندنت بس ال في اوبن سيركت هيطلع بزيرو، والايكوفالنت بتاعك هيكون ار 7 بس، لان ال في 7 بكام؟ ب 7. طيب الار 7 قسمنا الدوائر لكام كيس؟ لثلاثه. كيس 1 اللي هي الديبندنت سورسز بس، كيس 2 اللي هي الديبندنت بلس ديبندنت، كيس 3 اللي هي ديبندنت بس. هنحل كيس 1 بميثود 1، كيس 2 بميثود 2، كيس 3 بميثود 3. ايه هي ميثود 1 وميثود 2 وميثود 3؟ ميثود 1 تعمل دي اكتيفيشن للسورسز عادي تحسب الار كيو، كيس ميثود 2 دي اوبن سيركت على اي شورت سيركت، ميثود 3 نعمل دي اكتيفيشن الاول للاندبندنت سورسز، بعد كده نحط سورس 1 امبير نحسب الفولت بتاعه ونقسم البي على الواحد امبير. ما تنساش تعمل دي اكتيفيشن للسورس. طيب المساله ديت بيقول لك هات البي نوت اللي هو فولت ريزيستنس دي استخدام 7 ان 7. احسب الفولت بتاع المقاومه دي استخدام 7 ان 7. اول حاجه الاليمنت اللي انت عايز تحسب الفولتج او الكرنت بتاعه ده مش لازم يكون ريزيستنس، الاليمنت ايا كان هو ايه، بتشيل الاليمنت ده وبعد كده تمسك السيركت دي كلها تجيب لها 7 ايكويفالنت، وتروح مرجع الاليمنت ده تحطه في الدايره بتاعت 7 وتحسب التيار او الفولت من دايره 7. ده في مشكله؟ طيب اول حاجه نرسم السيركت تاني واحنا شايلين الاليمنت ده. احنا عايزين نحسب كام حاجه؟ عايزين نحسب حاجتين، بي 7 وار 7. دي كيس 1 ولا كيس 2 ولا كيس 3؟ كيس 1. دي كيس 1 لان الدايره كلها اندبندنت سورس. طيب نحسب ازاي بقى البي 7؟ قلت لي هو البي اوبن سيركت صح؟ البي اوبن سيركت ده ولا ده؟ فوق. اللي فوق صح؟ ليه بقى اللي فوق؟ عشان لازم يكون شبه البولاريتي دي، يبقى ده كده بي 7. طيب فكر كده ازاي نحسب بي 7 ده؟ ماشي اختار طريقه ماشي حلو. طيب هو قبل المش لازم نجيب الايكويشن الاول للفولت ده صح؟ لان الفولت ده اللي هيحسبوا لي على طول، نجيب له ايكويشن بغض النظر بقى التيار اللي هو الايكويشن دي اجيبه مش ولا نور. فاعرف الاول انت عايز تحسب ايه؟ حد فاهم انا بقول ايه؟ يعني لازم نجيب معادله، فده هيبقى فانكشن في كذا كارنت. اعرف الاول ايه الكارنتس اللي انت هتحسبها وقول لي الكارنتس دي بقى سهله بالمش، سهله بالنودل، سهله بكيبل وكسيل. فلازم نجيب معدل ده الاول. طيب نجيب معدل ده ازاي؟ الفولت بتاع الواحد كيلو والفولت بتاع نمشي في مسار. ينفع نمشي كده؟ لا لازم ايه نمشي هنا عشان الكارنت سورس. حلو. ينفع نكمل كده؟ لا طيب. ينفع نكمل كده؟ طيب يبقى هنمشي في المسار ده. سمي الكارنت ده اي اكس، سمي الكارنت ده اي واي، يبقى البي 7
يساوي 1 كيلو في الاي اكس زائد 6 فولت زائد نص في الاي واي. دي الايكويشن رقم 1 وايه دلوقتي النوت بتاع مين؟ اي اكس واي واي. ازاي اجيب اي اكس وازاي اجيب اي واي؟ ممكن اي اكس في الكرنت ديفايد. اي اكس بالكرنت ديفايد اي اكس ده ايوه مش اي اكس ده الواحد منه ايوه ده الواحد بس بمناسبه الكرنت ديفايدر بقى قلت له دكتور نفسه حد مختلف معايا من الكم اللي قبل دول هيتوزعوا هنا وهنا على الواحد ونص كيلو اوم هل هيتوزعوا بالكرنت ديفايدر؟ ده 2 امبير. لا هل هيتوزعوا بالكرنت ديفايدر؟ لا. لما هو لا لما هو لا عملته كده ليه في الميد تيرم؟ يعني اي كرنت بيتوزع كده بيتوزع بالكرنت ديفايدر رول؟ هو عشان غبوا الكرنت ديفايدر رول لازم يكونوا المقاومتين دول ايه؟ هلل دي ورقة دي الطيار اللي داخل لهم ده هيتوزع هنا وهنا بالكرنت ديفيجن رول. ماشي الطيار ده هيتوزع بس مش بالكرنت ديفيجن رول. يعني الطيار اللي هنا مش ال 2 مللي في 1 على 1 زائد نص والطيار اللي هنا هو الاثنين في نص على 1 زائد 1 زائد نص. لا هو هيتوزعوا بس مش بالكرنت ديفيجن. بالكرنت ديفيجن انت لما يكونوا بارد لان الدفعه كلها بتعمل ايه؟ هو الطيار ده هيتوزع يبقى كرنت ديفيجن. فيعني حد غيري عملها؟ مش انا اللي صححت يعني انا جلطت الجلطه دي السنه اللي فاتت. السنه دي باشمهندس صالح اللي صح. بس كان فاضل دقيقتين ومفيش حل قلت اعملها كرنت ديفايدر اعمل كرنت ديفايدر مفيش وقت للتفسير. ايوه يعني اكرملك ما تكتبهاش. لا اصلا وانا انت لو كده يعني صدقني لو حد كتب كده انا ههينه في التصحيح بجد ما تكتبهاش. اصل انا بعمل ريدكشن قلت لازم اضحي بالاي اكس بعد كده ضحيت بالاي واي كمان قلت لازم ارجع لهم. يعني ما تكتبش حاجه مستفاده. اي واي بقى احسبه ازاي؟ في كرنت ديفايدر احسبه ازاي؟ في 2 جاي من فوق في 2 جاي منين؟ من فوق من فوق فهتمشي كده. طب ده اما نعمل كي سي ال. ايوه نعمل كي سي ال. يبقى لو عملنا كي سي ال هنعرف الكرنت ده بكام؟ صح كده؟ ولو عملنا هنا كمان كي سي ال هنعرف الاي واي بكام؟ ونسمي ديت مثلا نود ايه؟ وديت مثلا بي ونجيب التيار ده اللي هنسميه مثلا اي واحد يبقى كي سي ال اد ايه؟ يبقى عندك الكرنت ده داخل والكرنت ده خارج يبقى عندك الاثنين بيساوي واحد مللي زائد اي 1. طب اي 1 هيبقى بيساوي كام؟ واحد مللي. طيب كي سي ال بقى عند بي الكرنت كلها داخله يبقى اي واي زائد 2 زائد 1 بيساوي 0 يبقى الاي واي ناقص 3. لو عوضنا هنا في الايكويشن رقم 1 ديت هتلاقي ان البي 7 ب 5.5 ونص. في مشكلة في ده؟ دي 500 في اي واي 500 كيلو مش هي نص كيلو؟ طب ما احنا اتفقنا المقاومات لما تكون كلها بالكيلو والكرنت كلها بالملي امبير هنكتب الايكويشنز عادي من غير ما نضرب في 10 ولا 3 ولا ناقص. بس اي كرنت يطلع بالملي امبير واي فولتج يطلع يبقى بالفولت واي ريزيستنس يحسبها تبقى بالكيلو. حد عنده مشكله ثانيه في الفيو سيركت؟ هتكلم معاك انا الكلام ده قلته السكشن اللي فات بس يعني انتوا معظم الناس ما جاتش. يعني لو هو دلوقتي لو انا عايز احسب كرنت او فولت في الدايره وهو مش قايل لي احسبه ازاي اختار انهي طريقه؟ انا ديت اتكلمت عنها السكشن اللي فات.
فما فيش وقت اقولها النهارده عشان في شرح كتير في 7، لكن السكشن الجاي هيبقى حل مسائل اكتر على 7 انه الماكسيمم باور اكتر منه شرح. فممكن بقى ساعتها نتكلم عن ايه نختار طريقه ازاي. تمام كده؟ طيب الدي 7 ب 5.5 فولت عايزين نحسب ايه تاني بقى؟ نرجع نرجع بقى عايزين نحسب ار 7. طيب ار 7 نفس الكلام هنيجي على الطرفين دول، احنا شلنا الريزيستنس، عايزين نحسب بقى ار ايكوفالنت تاني، بس بعد ما نعمل ايه؟ دي اكتيفيشن لكل سورس. طيب ده هيبقى اوبن سيركت. وده كمان اوبن سيركت. دوت شورت. عندك هنا الريزيستنس دي. وده اوبن سيركت. تمام كده؟ وديت 1 كيلو. وديت نص كيلو. في حد عنده مشكلة في الرسمة دي؟ طيب أول حاجة نعمل إيه؟ دي هتتمسك ملهاش لازمة. و R7 بكام؟ 1.5 كيلو. طيب كنا عايزين نحسب إيه بقى أصلاً؟ البي نوت. يبقى نرسم دايرة 7 الفولتج طلع ب 5.5 فولت والريزستنس طلع ب 1.5 كيلو. الريزستنس دي كام؟ نص كيلو. وعايزين نحسب هنا البي نوت. البي نوت دوت بالفولتج ديفايدر ب 5.5 ونص على 2. في مشكلة في أول مسألة؟ في مشكلة في أول مسألة دي؟ مين اللي عند بعض يعني؟ تاني مسألة بيقول لك هات الاي نوت باستخدام تيرم. أول حاجة نعمل إيه؟ هنشيل برضو الريزستنس ال 2 كيلو اوم ديت ومكان ال 2 كيلو اوم ديت هنبدا نحسب 7 ايكوفالنت. طيب 7 ايكوفالنت قلنا عباره عن ايه؟ دي 7 ان هو 7 دي 7 ان هو دي 7 6. طيب يبقى نمسح ديت وعايزين نحسب مكانها ايه؟ دي 7 6. احط البولاريتي بتاعتي دي 7 6 ازاي؟ كده ولا كده؟ ايه اللي فوق؟ عشان الفرن كان ماشي في الابتداء اللي يبقى دوت الدي اوبن سيركت صح كده؟ طيب دي اوبن سيركت ده احسبه ازاي؟ بالظبط كده صح؟ المفروض هنمشي في المسار ده وده صح كده؟ ونسمي دوت طيب البي ثيفنن هو البي اوبن سيركت هو 2 في اكس زائد 1 في الاي اكس. انت دلوقتي الالوم بتاعك مين؟ دي اكس بكام؟ واي اكس بكام؟ احسب دي اكس واي اكس بايه؟ اوضح بالمش. طيب سريعا كده المسألة دي ما تنفعش ريدكشن لأن هي مش مقاومات بس. ما تنفعش سورس ترانسفورميشن لأن السورس ترانسفورميشن ده ما بيساعدش. ما بيساعدش. طيب يبقى يا في بي ال وكي سي ال يا مش يا مي. غالبا السيستماتيك أكتر المش والنور. المش تبقى كام واحدة؟ ثلاثة. اثنين. الفوق ديت مفتوحة. طيب النور ده النور ده هتبقى واحدة. من تحت دي هتبقى ريفرنس دي 4 فولت دي 2 فولت اللي فوق دي بكام حد عارف؟ بي اكس دي بكام؟ 3 في اكس. تعالى كده واحده واحده
كده يا اربعة فولت دي 2 فولت. حد عنده مشكلة ان دي اسمها في اكس؟ طيب دي تبقى كام؟ 3 فولت. ليه؟ دي اعلى من دي 2 في اكس. لو دي اسمها في اكس يبقى دي 3 فولت. والناحية الثانية مش محتاجة تقول دي اكس انا واسفين على المقامة دي. هل عشان يقول اي اكس يعني؟ طيب مفروض بقى نجيب ايه؟ البي اكس دي نطبع عندها كي سي ان. طيب يبقى كي سي ان ات بي اكس الكارنت ده بكام؟ بي اكس من الزيرو على واحد اللي هو بي اكس. الكارنت ده بكام؟ بي اكس ناقص 2 على 2. ليه البرانش ده سيريز؟ مفيش هنا حاجه هتمشي في البرانش ده. طيب الكارنت ده بكام بقى؟ بي اكس 3 بي اكس ناقص 4 على 1. حد عنده مشكله في الايكويشن دي؟ طيب تقدر من هنا تحسب بي اكس بكام؟ اخر واحد الثاني ده؟ اه هو الثاني ده مش حاجة هنالك شنان؟ اه هذا بكام؟ 3 بي اكس ناقص 4 على 1. يعني انا ما اخدتهاش من اول هنا من الاخر هي نود واحدة بس لها بي اكس. طيب البرانش ده نحسب منه الكارنت زي الفيلد بي ده ناقص ده على المقدمة. طيب هنا البرانش ده في كذا فولتج سورس بس معاهم ريزيستنس سيريز. نعرف نحسب الكارنت بين المقاومات السيريز. طيب اللي ماشي هنا 3 بي اكس ناقص 4 على 1 كده. طيب تقدر تحسب الدي اكس بكام؟ ناقص لك ايه؟ اي اكس. طيب الاي اكس بكام؟ دي اكس ابتدي دي اكس ناقص 2 على 2. تقدر تحسب الاي اكس بكام؟ بتعوض في الايكويشن رقم 1 هتجيب دي 7 صح كده ولا لا؟ حد عنده مشكله في الدي اوبن سيركت؟ البي اكس هتطلع 10 على 9 والدي 7 هيطلع 1.7 جيجا فولت. مش زي ايه؟ ده فولتج سورس صح كده؟ النقطه دي اعلى من النقطه دي بقد ايه؟ 2 بي اكس. لو دي اسمها بي اكس يبقى ديت اعلى منها بكام؟ ب 2 بي اكس هيبقى بي اكس زائد 2 بي اكس ف 3 برضه لا؟ خلاص؟ عايزين نحسب ار 7 دي كيس 1 ولا كيس 2 ولا كيس 3؟ كيس 2. كيس 2 ديت كنا بنحسب فيها ار 7 ازاي؟ دي اوبن سيركت على اي شورت سيركت. احنا حسبنا دي اوبن سيركت صح؟ ناقص نحسب الاي شورت سيركت. طيب اديني وصلت هنا شورت سيركت ما بين الدرجتين دول. اخلي الاي شورت سيركت ماشي كده ولا العكس؟ لا كده ماشي كده صح؟ في اتجاه الايه؟ الاي نوت اللي كنا عايزين نحسبه. طيب احسب اي شورت سيركت ده ازاي؟
بنختار ازاي ما بين النودل والمش على حسب عدد المعادلات. انا لو احل المساله دي مش هتبقى كام معادله؟ ثلاثة. لو نودل واحد تبقى زي دي ثلاثة. تبقى اللي تحت دي ديت أربعة دي اتنين دي كام؟ دي اكس حلو. دي بقى كام؟ ثلاثة دي اكس صح؟ طيب لا بس مفيش علامة هتحسب دي كده ثلاثة دي اكس. طيب محتاجين نعمل ايه؟ ايكويشن عشان نجيب دي اكس. هل تعرف تطبق كيس ان هنا؟ في سورس تعرف ولا لا؟ ليه لا؟ فولتج سورس مش تعرف تحسب تيار السورس ده. قول لي ثانية واحدة. ما هنا عرفنا نحسب تيار السورس عادي. دي عرفنا نحسب تيار السورس. دي سيريس. سيريس ريزيستنس. هل المقاومة دي سيريس مع ده؟ ليه؟ عشان حطيت هنا شورت سيركت. فانا مش هعرف احسب تيار السورس ده. طب اعمل ايه بقى؟ سوبر نود. انا دلوقتي عندي تو نودز اللي هي دي اكس و3 دي اكس بينهم فولتج سورس صح كده؟ مش هنعرف نحسب قصدي مش هنعرف نحسب التيار بتاع السورس ده فلازم نعمل ايه؟ سوبر نود. طب السوبر نود دي كانت بتبقى عباره عن ايه؟ النود دي والنود دي والسورس اللي بينهم صح؟ وهي حاجه سي بارل كده كفايه؟ واحد كيلو بلل ايوه قلنا النود دي والنود دي والفولتج سورس واي حاجه بارل معايا صح ولا لا؟ على فكره لو ما خدتهاش هتنفع تحل المساله عادي بس يعني كده بقى فالنود دي والنود دي والفولتج سورس واي حاجه بارل معايا فدي كده ايه سوبر نود. طيب خارج منها كام ترمينال؟ ثلاثه. هل الكرنت ده والكرنت ده والكرنت ده؟ طيب يبقى كي سي ال عند السوبر نود سميه دي بقى سوبر نود. طب بقى عليها كي سي ال الكرنت ده هيبقى في اكس ماينس 0 على 1. الكرنت ده هيبقى كام؟ في اكس ماينس 2 ده 3 في اكس ناقص 2 طبعا على 1. هنا 3 بي اكس ناقص 4 على 1. في حد عنده مشكله في الكوشن دي؟ وانا ليه ما مش مبسوط ان السوبر نود بنعمل معادله ثانيه؟ ما احنا عملناها لما قلنا ده وجمعنا عليه فولتج فولتج سورس كده احنا عملنا الايكويشن اللي هو يعني في اكس وزياده في اكس الاي شورت سيركت ده بقى نحسبه ازاي؟ طبق كبير الفولت بتاع البرانش ده بزيد اي شورت سيركت مش هيزرع معاك كي سي ال التيار بتاع الشورت سيركت في اي مساله بتحسب بكي سي ال ماشي؟ طيب اي شورت سيركت ده يساوي الكرنت ده نسميه مثلا اي 1 والكرنت ده هنسميه اي 2. حد عنده مشكله ان الاي شورت سيركت هيساوي اي 1 زائد اي 2؟ اي 1 بكام؟ 2 في اكس 3 في اكس ناقص في اكس اللي هي 2 في اكس على 1 كيلو خلاص. الفرق ده بكام؟ 3 في اكس ناقص 2 ناقص 2 على 1. وانت معاك الدي اكس بكام؟ وتعرف تجيب الاي شورت سيركت. الاسئله دي بتعلمك كل سنه. طيب ار 7 ده بتساوي ايه؟ بتساوي دي اوبن سيركت على الاي شورت سيركت هتطلع
3.78. ما تنساش ان ده كيلو اوم، ده بالفولت، ده بالملي امبير. طيب بعد كده بقى ده كان 1.78 اهو، والار 7 0.78 كيلو. كنا عايزين نحسب ايه؟ تيار الريزيستنس اللي كان هنا صح؟ كانت قيمتها 2 كيلو. كان اسمه اي نوت، كنا عايزين نحسب الاي نوت. فالاي نوت دوت ببساطه هو 1.78 نوت على 0.78 زائد الاثنين هيطلع 0.64 ملي امبير. دي الريزيستنس كانت هنا، كنا عايزين نحسب الكرنت بتاع اسمه ايه؟ يعني ايه؟ فيها عذاب. تاني قول. طيب شلت ال 2 كيلو اللي كان عايز يحسب الكرنت بتاعها، بقى عندي الطرفين دول. حسبت عندهم 7 اللي هو البي اوبن سيركت، وعايز احسب ار 7 ورحت حاسب الاي شورت سيركت. قسمت البي اوبن سيركت على شورت سيركت، جبت ار 7 بكام؟ وادي البي 7 اللي هناك اهو. عوضنا عنهم وجبنا، رجعنا ال 2 كيلو اوم هنا وجبنا لاين. في حد تاني في المساله دي؟ سيبك من الحل بتاع النوده. انتوا مجمعين احنا عملنا اف 7 حسبنا البي اوبن سيركت والاي شورت سيركت وحسبنا الاي نوت من الدايره دي. حد عنده مشكله في ده؟ مشاكلك النفسيه مع النوده اللي بقى؟ يعني اللي عنده مشكله فيها يجي يسالني بعد السكشن عادي. هي كل سنه انا بتعقد، انا هشرحها مش بعد كده عشان اتخنق. هي على فكره النودل حلت هنا في ايه؟ سطر. وهنا سطر. لا يعني السطر الثاني تكتب فيه النوم بتاعك بقى اللي هو دي 7 واي شورت سيركت، لكن هي اتحلت بسطر. هل انت متخيل ان المش 3 مش اتحل بسطر؟ ده اللي خلاني احل النودل. لكن انا بتعقد وبكره نفسي لما بشرحها النودل. فلو حد عنده مشكله يجي يسالني. انا فهمت النودل، يسالني انا اختار النودل هي دي الاصعب. لا انت فهمت ان بس مش هتعرف تعمل كده. عايز تقول مش هعرف اعمل. لا اهم حاجه بقى. طيب قبل بس ما ناخد اخر مساله كده، لو الريزيستنس دي كانت فولتج سورس او كارنت سورس، قلت لك احسب الكارنت بتاع الفولتج سورس، كنت هتعمل ايه؟ قول لي ولا اي حاجه. ادي الكارنت سورس، ادي الفولتج سورس اهو مثلا 10 فولت، هشيل ال 10 فولت وراح جايب البي اوبن سيركت والاي شورت سيركت واحسب سيفر الايكويفالنت، وفي الاخر هروح مركب هنا ايه؟ قلت لي بدل دي هروح مركب مين؟ 10 فولت. وهو مثلا قال لي احسب التيار بتاعي اسمه اي نوت برضه، هعمل ايه؟ كيف ان هجيب اي نوت. طب لو كان سورس وعايز احسب الفولتج بتاعه نفس الكلام، كيف ان برضه هجيب الدي بتاعه. فايا كان الحاجه اللي انت حاططها هنا ينفع نحسب التيار او الفولت بتاعه. ده في مشكله؟ طيب هو انا ليه ما عملتش كتير لما خدت بالي ليه قلنا لا ما ينفعش؟ شديد كار عشان نجيب الاي شورت سيركت؟ لما جينا نجيب الاي شورت سيركت يعني؟ لو طبقنا كيف ال ده بزيرو، الفولت على الدولتين دول بزيرو. انت عايز الاي شورت سيركت هتجيبه من تسلا. طيب لو المساله ديت انا قلت لك 7 فانت هتحلها ب 7 صح؟ لو انا قلت لك هات الاي نوت وسكيبت، هل انت كنت ممكن تعمل كل ده؟ اكيد احلها يا باشا نقدر من الاول صح؟ امتى بقى؟ امتى اكبر ان لا ده سيفن؟ عارف امتى؟ فاكر الريزيستنس اللي كانت هنا كانت 2 كيلو صح؟ لا خليها اسمها اكبر. كنا عايزين نحسب الاي نوت بتاعها صح كده؟ هات الاي نوت لو الار دي ب 1 كيلو وب 2 كيلو وب 5 هتحسب الاي نوت بايه؟ مره نحط ال 1 كيلو ونحلها بالمش، مره اكيد لا صح؟ هنعمل ايه؟ لا هنجيب 7 شيل بقى، يعني هي دي اللي مقسماك شيلها خالص شيلها خالص، وهنجيب مين؟ 7 وبعد كده نحط دي ار اتشالت بقى براحتك، حطها ب 1 كيلو ب 2 كيلو ب 3 هتحسب الاي ايه؟ بسهوله. تمام كده؟ فلو انا قلت لك الريزستنس اللي مزعلاك دي احسب التيار بتاعها وعماله تتغير، ساعتها لا هو لازم 7 مش هينفع نحل الدايره مرتين ثلاثه. شيل الاليمنت خالص وجيب 7 واحسب التيار بتاعه اكتر من مره.
ده احد الحالات اللي تكبر فيها على سيرفر، مش ده الحاله الوحيده. السكشن الجاي بقى مش هشرح حاجه ثاني في سيرفر، انا خلص يعني ناقص اخر مساله بتاعه كيس 3 كده ابقى خلصت شرح. المره الجايه نحل مسائل بقى على سيرفر اللي هي مش احسب طيار، لان احسب طيار ب 7 دي ده غباء شويه. احسب طيار مش اسهل طبعا، لكن احنا 7 ده لازم يدوا ايه في حاجات، في حاجات زي الاكزامبل بتاع الارض كده هي 7 الاسهل حاجه. بيقول لك هات 7 الايكوفالنت عند الطرفين اللي سمول ايه وبي. 7 الايكوفالنت بتاع ده انت كيس 1 ولا كيس 2 ولا كيس 3؟ كيس 3. كيس 3 المساله كلها ديبندنت، فالبي اوبن سيركت او البي 7 بيبقى زيرو. طالما بي 7 بزيرو ف7 الايكوفالنت هيبقى ريزيستنس بس. تمام كده؟ يبقى الداله دي كلها equivalent to resistance بس، الدالة دي كلها بس دي باسيف سيركت. تمام كده؟ فالايكوفالنت بتاعها عباره عن ريزيستنس بس اللي هي باسيف. ده في مشكله؟ نحسب ار 7 ازاي في كيس 3؟ تيجي هتحط كارنت سورس قيمته 1 امبير. عشان السيادات كلها بتحصل عشان هنا الديبندنت سورس دول مش شغالين اصلا. الديبندنت سورسز ديت مش شغالين. يعني مفيش اي نوت اصلا ماشي في الدايره ومفيش دي نوت ماشي في الدايره فده مش هيشتغل. طيب ونحسب الفولتج بتاعه اللي مثلا اسمه دي اكس. فلو حسبنا الدي اكس ده هنقدر نقسمه على 1 امبير نجيب الار. نحسب بقى في اكس ده ازاي؟ ماشي كيف انه كسل عاده اخر المش والنودل اسهل، وبنختار مش ونودل بحلل المعادلات. يعني هنا كانت ثلاثه مش بس نود واحد، هنا هي بتقول ان هي مش، هي بتنطق بتقول انا مش. ايه مش عارف مش مشكله. هي مثلا اي واحد ده اثنين ده ثلاثه عشان الكارنت سورسز اللي على الحرف. الاي واحد بكام؟ واحد امبير. اي اثنين لا مستعجل بس عشان دي عشان مش اي 2 0.1 اي نوت. ولازم اعمل ايه في الاي نوت ده؟ كيف ابدا دلالته؟ جيبه بدلاله اي 1 او 2 او 3. اي نوت بكام؟ اي 3 ناقص اي 1 1. طيب يبقى انت دلوقتي عندك نيجاتيف 0.1 في اي 1 ناقص اي 2 زائد 0.1 في اي 3 الكلام ده بيساوي 0. لو ضربنا الايكويشن دي في 10 يبقى اي 1 ناقص 10 اي 2 زائد اي 3 بيساوي 0. ده كده الايكويشن رقم 1. بعد كده نطبق كيف ايه اللي هنا صح؟ هيطلع لك هنا 40 في اي 3 20 في اي 3 ناقص 1 وهنا ناقص 2 في نوت. الفي نوت ده نجيبه ب 10 في اي 2 ناقص اي 1. هتعرف تجيب الايكويشن الثالثه يعني صح كده؟ تعرف تكملها؟ ايوه نكتب من بعد الثاني مش هو ده مع مفهوم السيرم معلش. تعالى بعد السيرم احنا خلاص خلصنا. الدي اكس دوت هيطلع 31 والار 7 هتطلع دي اكس على 1 تطلع 31 فوق. يبقى دوت 7 الايكوفالنت. هل ده اتفهم؟ بغض النظر عن حل المساله انا يهمني انك انت لازم تحسب دي اكس. دي اكس بقى ده هيتحسب ازاي؟ دي قصه بقى. حد عنده سؤال في 7؟ كده احنا خلصنا كيس 1 و 2 و 3. ناقص بقى نحل مسائل سخيفه شويه في الجزئيه دي. ثاني حاجه المره الجايه جنب ان انا هحل مسائل هحل مسائل كمان ماكسيموم باور. مسائل 7 والماكسيموم باور لازم هتيجي في الفاينل. فالدكتور اصلا يعني بيجيب مسالتين منهم واحده من اللي هقولهم السكشن الجاي، ما اقصدش واحده زي اللي انا حليتها، اقصد واحده على التوبيك ده. يا اما بيجيب اصلا الامتحان بتاعه هي مساله واحده اللي هي نفس المساله دي اللي هي فيها 7 او فيها الماكسيموم باور. فالسكشن اللي جاي ده مهم جدا 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 انك تذاكره. تمام كده؟ دي سي يعني؟
ده اخر سيكشن في الدي سي، وده اهم سيكشن في الدي سي، لان دوت جزء دكتور وليد يا اما هيجي عليه مساله منه يا اما اصلا جزء هيبقى هو ايه هو المساله دي بس. يعني السنه اللي فاتت اللي قبلها كان جزء دكتور وليد مساله واحده وهي المساله دي اللي هي بتاعه سيفرن او الماكسيمم باور. هو بقى له سنتين بيجي 3 اسئله عشان بيبقى ساعتين. اوكي يجي بقى على الميدتيرم ولا مش يجي؟ طبعا مش السؤال بتاع الدكتور وليد ب 25 درجه. ما هو السنتين فاتت جه سؤال واحد جزءه مش فاكر كان عليه 20 درجه ولا عليه كام او 15، هي مساله واللي بتبقى في السكشن الجاي. فالسكشن ده مهم لان هيجي لك منه مساله يا اما جزء الدكتور هو اصلا المساله دي. تمام كده؟